مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم ورسائل جديده من القلب القلب على الهواء مباشره. وتهنئه كبيره جدا من قلب القلب لاخواتنا المسيحيين، وعيد سعيد عليكم يا رب العالمين وعلى الجميع. ايوه عارفه ان العيد السنه دي مختلف وسط الاجراءات الاحتراضيه، لكن زي ما اتفقنا هنا في من القلب القلب هنتمسك بالفرح وحنسعد أسرتنا رغم كل حاجة ورغم التباعد. هنتصل بحبايبنا نعيد عليهم ونجتمع أونلاين أو فيديو كول، ولادنا هنفرحهم بالهدايا، وأمهاتنا هتحضر وجبات العيد. يعني هنفرح رغم الكورونا وبرغم برضو التزامنا بالإجراءات الاحترازية. كل عام وحضراتكم بخير وسعادة وهنا وصحة وراحة بال. مشاهدينا، الرسالة التانية اللي معانا النهاردة هي في التقرير اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي، ده في قصة كفاح كبيرة جدا. آية بنت عندها 20 سنة، طالبة بكلية الزراعة ومقيمة بمحافظة الشرقية، قررت إنها تنزل تقف مع والدها المريض على عربية الفول وتبيع السندوتشات والطلبات للزباين بابتسامتها الجميلة وبدون كسوف أو إحراج، وده عشان تساعد والدها في الإنفاق عليها وعلى إخواتها الصغيرين، وبجانب كل ده بتروح الجامعة كل يوم. خلونا نتابع تفاصيل أكتر ونتعرف عليها أكتر مع زميلنا محمد عصام في التقرير اللي جاي.